القوائم والوصفات دي. الأحزاب كانت بتطالب إنه تلتين أو على الأقل نصف المقاعد تبقى بالقوائم النسبية، وفكرة القوائم النسبية إنه بتتيح تمثيل عدد كبير من الأحزاب. القائمة اللي بتاخد 30% يبقى 30% من القائمة بيمثل، القائمة اللي تاخد 50% 50% منها يمثل، فبالتالي بيبقى في تواجد حزبي في البرلمان القادم. للأسف النغمة السائدة في الفترة السابقة بعد 30/6 والإعلام كان ليه دور كبير جدا فيها، كل ما بنطلع في الإعلام أو بنسمع من الإعلاميين إنه الأحزاب ضعيفة، الأحزاب مش متواجدة في الشارع، انتوا ليه عايزين تمثيل؟ هو انتوا كنتوا عملتوا ايه؟ الأحزاب مش واصلة لرجل الشارع، انتوا غير قادرين على التواصل، فازاي تطلبوا مقاعد في البرلمان؟ لسه كنت من يومين في حاجة في التلفزيون واثنين مذيعات برضو بنفس هذا الخطاب، انه انتوا كأحزاب ما عملتوش حاجة، انتوا أحزابكم ضعيفة، انتوا مش واصلين لرجل الشارع. انا اخي كان ردي ده وقلته قبل كده للسيد وزير العداله الانتقاليه في اكثر من لقاء كنا بنتناقش بخصوص القانون، قلت له يعني اتفق معاك ان الاحزاب ضعيفه، انت قدامك حاجه من الاثنين، يا تقويها يا تموتها. يعني فعلا الاحزاب مش هي الاحزاب القويه، كنا هنقارنها بالحزب الوطني او هنقارنها بجماعه الاخوان المسلمين. فاحنا الاحزاب اولا طبعا المقارنه ظالمه، لانه الاحزاب كلها يا اما عمرها اقل من 3 سنين تكونت بعد ثوره يناير، او احزاب حزب او اثنين اللي هم ما قبل ذلك، الاحزاب القديمه اللي كانت مجمده في خلال ال50 سنة اللي فاتت كانت احزاب غير فاعله ومش موجوده عمليا على الساحه، مجرد اسماء بتستخدم عند اللزوم. فمقارنه ظالمه ان انا قارنها بالاحزاب القديمه او بالحزب الوطني او بالاخوان المسلمين كتاريخ وعمر من العمل وتمويل، كل هذا غير موجود في الاحزاب الحاليه. فزي ما قلت لكم يعني احنا قدامنا حاجه من الاثنين، الاراده السياسيه يا تقتل الاحزاب يا تقويها. هذا القانون يقتل الحياه الحزبيه في مصر. وبهذه الطريقه يعني احنا كنا بنقول عايزين نص المقاعد الاقل من القوائم النسبيه، الانتخابات دي بالطريقه دي هي 100% فردي، لانه انا دلوقتي عندي 80% فردي وال 20% الثانيه قائمه مغلقه، ونفس العيب اللي في الفردي هو موجود في القائمه المغلقه. ان القائمه المغلقه دي لازم تاخد اكتر من 50% من الاصوات علشان تدخل كلها في البرلمان، اذا خدت 49% تبقى كلها خارج التمثيل. يبقى انا ما عملتش حاجه، انا عندي بالظبط كده 100% فاهم.